السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجري هذه المقابلة مع الحاج الفاضل محمد حسين أبو حسان أبو عفيف، وهذا الجزء هو الجزء 13 من هذه المقابلة. أهلا وسهلا حجي. عندك أي معلومات لماذا توقف الثورة 36؟ ثورة 36 نهوها بالآخر، يعني ركزوا عليها قوي مع العملاء اللي إلى دور كان مهم بجبال، وعرفوا وين الثوار، وحتى لحقوها بالطيران، قصف بالطيران. هذه أنا الشيء اللي سمعته عن الثورة ونهوها، يعني هذه قصة المخاتير كمان عملت بلبلة مع الناس، ما عاد صارت الناس مثل الأول. الحديث اللي سمعته مني، الاحترام اللي كان، هي أتت المخاتير عملت قصة غيرت الجو منيح. فيمكن يمكن ناس كثير، مثلا عيلي مثل هذا اللي حكيت لك عنه وغيره وغيره، لما نهوا الثورة يمكن انبسطوا، لما بريطانيا نهت الثورة انبسطوا. طيب حجي، يعني تزامن انتهاء الثورة مع بداية الحرب العالمية الثانية، يعني هل تعتقد أن بريطانيا والزعامات العربية كان لهم دور في وقف الثورة؟ يعني صار في نوع من الهدنة أو والله يعني أنت مثلا لما يا أخوانا الكريم لما بتسألني سؤال وبعيد عن وضعي، يعني أنا ما بقدر أجاوبك بصراحة عنه، لأنه يعني أنا الشيء اللي بعرفه بجاوبك بلسان طلق ومن قلبي أنا اسمع الكلام صح. أما في يعني هاي السؤالات بالنسبة للثورة، يعني أنا عم بحكي لك وبجاوبك الشيء اللي أنا كنت أسمعه، يمكن يكون فيه مش مضبوط، يمكن يكون كذب، يمكن يكون صحيح. أنا هذه 36 تفصيلة كيف ما بقدر أعطيك الكلام تستدل واللي هي مضبوطة. طيب حجي، بدي أرجع أسألك عن الإضراب. الإضراب صار بال 36 لمدة 6 شهور، هل سمعتوا فيها حجي؟ هل عرفتوا عنه شيء؟ يعني هذه بأكثر شيء بالمدن، صحيح أكثر شيء ولكن بالفلاحين بعيد هذا الجو، الإضراب بعيد، لأنه مثلا يعني فيش بريطانيين بالضيع بهالضيع، خطر ضيعتنا مثلا، تيجي يعملوا إضراب يشوفوا انه عملوا إضراب. أنا بذكر شغلي منعوا، كان في يعني الشيء الموضة اللي ماشي الطرابيش، يلبسوا طرابيش، ما انتهت، صاروا يمنعوا للواحد يجبروه ممنوع يلبس طربوش، يلبس حتى وعقال، حتى يحطوا يعني شغلي بالضحك، حطوا طربوش على حمار أجلك وصار يبرموا فيه، الحمار لابس طربوش والعقال والحطة بعشر روش. هذه أنا بذكرها، وكل هذا الحكي أنا مش عايشه بس كله بسمع فيه. الإضرابات كان تصير بالمدينة، يعني بصفد، بعكا، بحيفا، هذا أنا سمعت فيه سمعة. أي نعم. طيب حجي، بعام 1939 صرت حضرتك كبير شوية في السن، لما صارت الحرب العالمية الثانية، حرب ألمانيا، أو بما يعني اشتهرت بحرب ألمانيا. نعم نعم. هل في حدا من أبناء قريتك شارك في هذه الحرب إلى جانب البريطانيين؟ أبداً ما في حدا شارك بتاتاً، وهذه أنا بهذا التاريخ كنت بالمدرسة، وكانوا يعني لما يقولوا هتلر غلبون، إذا واحد قال هر للخروف يعذبوه أو يخذوه يعتقلوه، يعني كان في خوف ورعب من بريطانيا بشكل حكي الناس إنه رهيب. فهذه كانت ألمانيا هدت حيلنا، ثم إنه بعدين انتصروا، كيف انتصروا ما بعرف. يعني هذه أنا كنت بالمدرسة، حتى كتبوا على المدرسة إنه هاي طلاب هون على المدرسة، إنه مشان ما حدا يأذي الأولاد. طيب حجي، هؤلاء الأشخاص اثنين اللي هو ابن الحاج زيدان وقريبه،
اللي راحوا لبسوا في الجيش البريطاني او في الزنار الاحمر؟ لا بالزنار الاحمر، بالجيش. بالجيش طيب. جيش بتطوع يحارب الثوار، يعني هذا الجيش. لا هذا سؤال مهم ودخلي يكون دقيق. نعم. في زنار احمر هذا شو بدا فيه؟ بوليس شو بدا فيه؟ هذا الجيش اللي طلعوا فيه طوعوا فيه كان يحارب الثوار، يعني هن طوعوا تحاربوا الثوار اللي قتلوا له زعيمهم. حتى فئه الناس اتهموهم بالخيانه. ما بعرف بتثبت عليهم خيانه لانه قتل زعيمهم ظلم وعدوان. طلعوا بالدبابه جيش بريطاني يحارب الثوار، بالزنار الاحمر او بوليس. لا طيب حجي، يعني انتم هواكم بشكل عام بالحرب العالميه الثانيه كان مع الانجليز ولا مع الالمان يا حجي؟ يعني هلا هن كانت الناس اللي في هيك وهيك، في ناس حب الازيل بريطاني يحب انه المانيا تسيطر. نعم. وكان في محبه للالمان يعني اكثر من بريطانيا، بريطانيا اذت الناس. يعني بثورة 36 وهذه آذت الناس، ياما قتلت ناس ياما عذبت ناس. ولما واحد بيكون هيك يعني بتصير فيه كره. بس برضو يعني هذا كله بعيد عن المنطقة. يعني هذا الحرب كله بعيد، كله بأوروبا، بروسيا، بألمانيا. صار في قصف لحيفا حج ولا بعض المواني؟ حيفا بعيدة عننا، بعيدة كثير. يعني صار في قصف بحيفا، وعلى الحكي انه ضربوا قنابل على البور وبالفينري طيب حجي، كيف كانت اوضاعكم الاقتصاديه في اثناء الحرب العالميه الثانيه؟ هل تراجعت اوضاعكم الاقتصاديه؟ لا طبيعي، لانه هاي الارض الحاله الاقتصاديه بالنسبه للقريه والفلاحين هذه كلها بامر ربنا سبحانه وتعالى. ان شتت الدنيا انشتت بتاخذ غله من الارض اللي تعجب خاطرك. إذا شح الشتاء بتخف الغلة. هذه تاريخيا، وهذه كان بالأول التركيز عليها. يعني كانوا سبحان الله يعني يتمنوا، يعني بنطر الشتاء مناطرة، بنطر الطقوس مناطرة، مهم الطقس إن كان بالصيف كان بالصيف ولا بالشتاء. أما إنه الاقتصاد تأثر ما تأثر، في قرية عم تفلح بأرضها بدها تطلع أكلها وحياتها ومنتها من الأرض. ربنا سبحانه وتعالى هذا الشيء بحكمه. في شتاء طلعت الخيرات كثيرة، في الشتاء خفت. اي نعم. طب حجي، الانجليز نسفوا بيوت، هدموا بيوت في القرية؟ نسفوا، نعم نسفوا. كانوا كل واحد يجي إخبارية، كل هذه بترجع من هذاك العصر لليوم، ترجع الخونة والعملاء اللي هن لهم دور. يعني بيجوا مثلا بيت أبو أسامة تعامل مع الإنجليز، لا سمح الله بيجوا بأشروا بنذروك إنك أنت إخلي أطلع منه يدسوه. نعم. نسفوا بيوت كثيرة، هذه مجرد هذا ظلم وعدوان، يمكن هذا يكون بريء. مثل مين يا حجي؟ بيوت مثل مين؟ يعني ما بعرف بالبلد عندنا يا والله ما ذكرها مين نسف البيوت، مين هذه ما ذكرها مضبوط. طب كيف كانوا الناس يعني يتعاونوا مع صاحب البيت المهدوم يعني؟ 100%. يعني مش بس صاحب البيت، انا حكي لك بالمقابله اللي قبل هاي انه اذا واحد يعني فقد عمال بقر بفلحوا يكون معاوني. هذاك الوقت اي واحد بنتكب بصير عنده نكبه بتلاقي الناس بدها تساعده من قلبها، لانه في خيرات كثيره، في ارزاق كثيره، في الله يعني منعم على الناس، ما بتخلوا عن واحد انضرب انصاب. طيب حجي، طلبوا من كل الجيش الانجليزي مساعده في بناء استحكامات لهم قبل الحرب العالميه الثانيه، دشام اشياء زي هاي، حفر يعني هذه. ايوه هذه منيح سؤالك، ذكرتني بشغله انا كنت نسيها. هذه الانجليز او هن مشان متاريس حصار بدهم يطلعوا من فلسطين، وتعجبت الناس صاروا يفتحوا اشغال وطمعوا الناس بمصاري. يعني تعال خذ اجار يمكن 10 ليرة
10 قروش كل يوم، نعم. 20 قرش، هاي كان المصاري مش مثل اليوم يعني، كانت غالي ثمينه، وياخذوا الناس على الجبال بصفد، اكثر شيء بصفد ياخذوها بكميونات الصبح والمغرب يرجعوها، تشتغل بها الجبال تسلاي، يعملوا خنادق، يعملوا هيك يقولوا لصومعه. هذه فعلا هاي الحكايه صارت، بس اي تاريخ ما ذكر هذا التاريخ اللي، بس هاي حصته صارت. وهاي ناس كثير الفقراء استفادوا منها، حتى ناس كثير عندهم املاك وبتروح للسله ونجيب مصاري، هاي صارت. نعم. طب حجي، في سمعت عن حدا شارك في الحرب العالميه الثانيه؟ لا. مع الالمان ضد الانجليز؟ لا ابدا. مين بيقدر يصل لهنا؟ نعم. حجي، سمعت عن ناس تم اسرهم من العرب اللي شاركوا في طب عندك معلومات حجي انه اليهود شاركوا في الحرب العالميه الثانيه مع الانجليز؟ يعني هاي ما عندي معلومات، بس اليهود كان يعني المانيا كانت غضبانه عليهم، كان بده حرقهم على الحكي يعني. نعم. وبعد لحد الان بيطالبوا بالمحرقه. نعم. طيب يا حجي، صار في كنت تسمع بشركه ستيل يا حجي؟ طيب حجي، تعرضتوا لمناوشات او لهجمات من العصابات الصهيونيه شتيرن والهاغانا والارجون؟ باي تاريخ؟ حددي هذا. قبل 48 يا حجي. لا، ما كانوا يهاجموكم اليهود يا حجي بالبيت؟ لا لا لا، عندنا بعاد عننا. قبل 48 لا، بس بال 48 صار هجوم علينا. طيب حجي، كنتوا تشاهدوا بعض الشباب اليهودي يتدربوا؟ يعني كانوا يجوا بصفة كشاف. نعم. ولكن كان التدريب بعدين اللي ثبت وأكيد الجيش البريطاني كان يدربهم ويحطهم معسكرات وما يخلوا حدا يعلن فيهم. حتى كان في بالمد الأخيرة بس بال 48 أو قبل 48 يهربوا يهود من أوروبا، أولاد العرب يهربوا. هذا قلت لك بالمقابلة قبل الآن، أبو حسيب النخلي هذا اللي كان عنده بوسطة على الحكي، كان يحطهم بشولات، يحطهم على ظهر البوسطة، واقف على الباب أي بوليس واقف يبرط بخمس قروش وتماشي، يخذهم على حيفا، يخذهم على الهدار. يأخذ اليهود؟ يهود يجوا من لبنان عن طريق أوروبا على لبنان ويجوا على فلسطين، لأنه هاي كفر برع على الحدود مثل بلدنا. أنا هاي كنت أسمعها، ناس أكدوها إنه بس كان يعني شوف قديش يعني ما إلى أهمية، يعني كان الناس إنه مش نتام، كانوا الناس يشوفوه عم بهرب يهود، يهرب ما إلى معنى يعني. هذه كان أنا بحسبها بنوع الغباء، إنه واحد عم بهرب يهود. طيب ليش عم بتهرب يهود أنت؟ لأنه هذه في شغلة ما كان إنسان يفكر إنه هذول اليهود اللي هن بالمية ستة أو سبعة بدهم يتغلبوا، نعم، وسيطروا على البلاد وتصير في دولة لإسرائيل، دولة عظمى وإلى حساباتها محسوبها، ما كان حد يفكر فيها. طب حجي، يعني صار عندك وعي للمخطط الصهيوني ولإمكانياتهم البشرية والتسليحية يا حج؟ قبل الثمانية وربعين؟ نعم. قبل الثمانية وربعين؟ نعم. نعم. قلت لك في غباء كانوا، ما حد عمل الحساب قبل الثمانية وربعين قبل الحرب. يعني لما بريطانيا كانت بفلسطين يعني اليهود ما حدا عمل لهم حساب، يعني خاصه بالقرى. يعني في شوف بدي اقول لك شغله، في فرق بين القريه والمدينه. يعني مثلا يمكن بعكا بحيفا بصفد في حركه وطنيه تعمل حسابات وين في خطر، بس هالقرى هذه اللي هي عايشه بدها تعيش بارضها بوطنها وبعيده عن الحقيقه، لا في كان إعلام. صح يا حبيبي. الله. عفوا. ما في إعلام وأخبار مثل اليوم اللي يخبر إنه شو بده يصير. يعني بالبلد كله في راديو عند المختار، هذا عزمني أنا. بسمع
إذاعة لندن والقدس. وبريطانيا شو بدها تيجي بتحط لك إنه والله في خطر عليك أو ما فيش، أو القدس ما القدس بتبث عن الإذاعة البريطانية. نعم. فهذا الوضع كان يعني وضع مؤلم، وضع هذا اللي ذبحنا ولكنا. طب حجي قرار التقسيم سمعت فيه؟ طبعا هذا وعد بالفور. هذا صرت أقرب عاد عن الشيء اللي عايشه. التقسيم طلع أخبار بفلسطين إنه بريطانيا بدأت تجلي عن فلسطين وقسموا، وهاي كانت هون بدأت الكارثة. بدأت الكارثة إنه تعال يا عم كيف هذا اليهود الأقلية بدكم تعطوهم نص البلاد؟ ولا ما يعني إن شاء الله كان حدا يفكر تقسيم إنه والله يعني تقسيم إنه هاي تقسيم هذا اليهود وهذا العرب. طيب كيف هذا؟ هل من المعقول إنه 7-8% يأخذوا نص الدولة ونص الأرض؟ هذه اللي صارت على ساعتها الحركات الوطنية والاتصال بالدول العربية والحج أمين حسين الله يرحمه صار يركض هون وهون. يعني هذه بلشت هون النكبة. طب حجي على أثر يعني قرار التقسيم ما صار مثلا زيارات من قيادات الشعب الفلسطيني للقرى تحذرهم من الخطر الصهيوني، توعيهم، تحثهم؟ طبعا هذه يعني لما انه بريطانيا بدها تنسحب وتترك البلاد وقسمت شعرت الناس بالخطر. بس شو الاجراءات اللي هي تتنظم يعني للامور الخطر اللي داهم عليها؟ ما كان في وعي. هاي الحقيقه. يعني احنا مع الاسف الشعب الفلسطيني ما اتكل على حاله، والزمن علمنا هذا الحكي، ما اتكل على حاله، صفوا يركضوا على الدول العربية. يعني الحاج أمين الحسيني الله يرحمه بلش يركضوا على الدول العربية، وبلشت المخاتير يطلبون الملك عبد الله. الملك عبد الله الأول بالأول، مش الملك عبد الله الأولان الأول. فصاروا يأخذوا رأي الأردن، رأي سوريا، رأي العراق. هذا الشيء أنا بتقديري هذا الشيء اللي خربنا ووصلنا لهون. وإلا نحن لو اتكلنا على حالنا ونحن نكون مخذين درس، لكن صار في غش. طب حجي سامع بالكونت برنادوت؟ طبعا هذا اللي بسمع فيه. شو سامع؟ هذا الكونت برنادوت اللي هو طلع قرار 194 بحق العودة للشعب الفلسطيني، وهذا القرار اللي صدم إسرائيل وقتلوه. هذا كنت برنادوت الله يرحمه، لأنه طلع قرار بعد ما إحنا متمسكين فيه ولازم نتمسك فيه، ومع الأسف ما أحد نفذه هذا القرار. نعم. طيب حجي كيف كان يتعامل الاحتلال البريطاني أو الجيش البريطاني مع اللي كان يضبط معه أسلحة من أبناء الشعب الفلسطيني؟ يعني في فطرة إذا لم خرطوش بواحد خرطوش فاضي يعدموه. يعني هذا الجيش البريطاني له مراحل. يعني أيام الثورة 36 كان في ظلم وشد وإهانات واعتقالات، بس من لما نهوا الثورة 36 صار أعطوا الشعب شوية حرية، يعني ارتاحوا إنه ما عاد في حدا عم بيحاربهم. يعني هذا الانتداب البريطاني له مراحل مؤلمة وله مراحل بالآخر، يعني صار يشغل الناس، يلبس الناس بوليس إضافي يقولوا يأخذ على المعسكرات ويشغل الناس، يعني خلى الناس ترتاح. هذا انتداب البريطاني من بعد ما انتهت الثورة خلى الناس ترتاح، يعني الشعب الفلسطيني. طيب حجي كان في محاكمات قاسية للي كان يمسكوا معهم سلاح ولا لا؟ في، بس ما يعني ما إلي معلومات بشكل، بس كان يحكوا إنه في يعني إذا كمشوا مع واحد يشنقوه.
طب بناء على قانون حجي ولا بناء على هيك عشوائي؟ لا يمكن قانون يحاكمه. في محاكمات. طيب حجي في المقابل كانوا حاكموا الانجليز اليهود بنفس الدرجه مثلا ولا مختلف حجي؟ يعني برضو مثلا برجع في شغله مهمه لسؤالك، انه اللي بقريه بعيد عن قريه 15 كيلو، وما مثلا انه في 6 سيارات كل يوم بتروح القريه، ما في جريده، ما في اعلام يخبرك شو صار بهالدنيا. يعني في شغلات الواحد يعني مع الاسف بيجهلها. في يعني بالنسبه لسؤالاتك يا اخوان العزيز، يعني في سؤالات ما بيقدر الواحد يعطيك الكلمه اللي هي صريحه وصدق، لانه مثلا بتسالني هذا السؤال انا مش عايشه وبعيد عنه. وين يعني اقرب اللي هي احنا تابعين الى صفد؟ 15 كيلو بتبعد عننا. 15 كيلو اليوم يعني بلد وحده، بس هذيك الايام تفرق عن اليوم. لما بدك تمشي انت على البلد هذا 15 كيلو بدك تمشي 3 ساعات مشي، يا عدبي يا فرس يا سياره ما في تركب فيها، وتبقى كل يوم انت تقعد بهالمدينه من الصبح للمغرب قاعد بالقهوه وتشوف شو في اخبار. طيب حجي يعني بعد قرار التقسيم اللي صدر بشهر 11 عام 1947 يعني صار في نوع من التوتر بين العرب واليهود. طبعا هذا هو اللي عمل ال... وصاروا الناس يفكروا يتسلحوا ايضا يا حجي. طبعا. هل اشتريتوا اسلحه حجي ولا ما اشتريتوا؟ نعم والله شرينا. كيف هلا لما صاروا يعني صار البريطانيين بدهم ينسحبوا ويتركوا البلاد، يعني المساله وصلت حد عاد ما عاد في، يعني صارت تتالف لجان، يعني مثلا خلينا نحكي على بلدنا، يعني يجوا مثلا انت يا ابو يا حسين ابو حسان بدك تشتري باروده، معكش تشارك انت وقريب الك، يعني كانت بهي الصفه. قلت لك الماده كانت قليله. مين هي اللجنه حجي تتذكر؟ لا بلكي انه الفوا لجنه انه هذه مثلا هذه لازم البلد تتسلح. طبعا هاي كانوا يعني اللجان اللي هي يجبروا هالناس ترجع للزعيم، زعيم هالعيله او وجيه هالعيله، يا عمي احنا بدنا نسلح ونستعد لهالخطر اللي داهم علينا. هاي اليهود قطعت الكهرباء. لا ما البريطانيين بدوا ان ينسحبوا، ويمكن هاي اليهود. بس برضو في شغله ما كان حدا يعني عامل حساب في خطر علينا، يعني ناس كثير انا كنت اسمع وكذلك احنا بالعصر خلينا نسلحوا بالعصر بالحجار بالطحبشوا. هاي الشغله كانت اللي هي هدمتنا هدم. يعني في غناية لصباح هي اللي بتقول اللهم صل على محمد، الحرش بيولع ثقاء يعود كبريت بيولع الحرش، يعني ما تستهتر بشغلي بهذا المعنى. يعني ولع عود كبريت، قديش عود الكبريت بيولع جبل منه ليه؟ ما تستصغر حدا من الناس بالعين، الحرش بيولعوا عود الثقاب. هي يمكن لصباح هي الغناية، مش هيك؟ صحيح. نحن هذا الاستهتار تبعنا اللي ما كنا نقول هالعود الكبريت بيولع جبل، هذا اللي وصلنا للمصيبة تبعنا. وهذا الحكي أنا أنعام فيه، عم بحكي لك إياه بقناعة كاملة، إنه ما تستصغر حدا من الناس يعني بعينك ما تستصغر حدا، هذا صغير. الحرش بيولعوا عود الثقاب، نحن هذا الاستهتار اللي وصلنا لمصيبتنا اللي احنا عايشين فيها. طيب يا حجي من وين كنتوا تشتروا سلاح، او من وين كانوا يشتروا سلاح اللجنه؟ نعم هذه وعيها انا الحكايه هاي. نعم. هلا كان فيها صار تجار تحركت اللي هن بيطمعوا بالمال. نعم. صار في ناس حتى في شغله قالوا احنا يا عم خلينا من كل عيله من هالوجهاء، هاي اللي كمان هاي في لها دور الوجهاء يعني ما مش منيح، قالوا خلينا من كل وجيه من هالعيله
نروح على سوريا على القبشلي نشتري سلاح. فقاموا هذول اللي هن الوجهاء اسم منهم الشباب والنشطين راحوا على سوريا على العراق وين برموا وجابوا سلاح وسلاح. مع الأسف صار في طمع في اللي جابوها بلاش باعوها بيع. نحكي الحقيقة يعني كل الناس تسمع الحقيقة. أنا بدي أحكي الحقيقة وكل الناس تسمع الحقيقة. واللي بده يحملني مسؤول يحملني. هذا سلاح راح وجابوه يمكن بلاش أو بسعر زاهد صاروا يجوا يدفعوا للفلاحين المعصرين اللي ما عندهم نوع بيعرفوا شاي البرودي اللي جابوها بلاش وبيعوها بليرتين وثلاثة وخمسة فلسطيني وعشرة فلسطيني. هاي كمان كانت لعبة ما منيحة ولعبة دنيئة. بعدين بالسواء يعني مثلا سوق الجيش يوم الجمعة صار ينحط الخرطوش والبريد تنباع بالسوق. تروح تنقي برودي انت اللي بدك اياها ويمكن تنغش فيها تروكي بالبرودي. فوضع كان كله مروكب مع الأسف كله مروكب ووضع كله مؤلم لأنه أي شغلة ما كانت منظمة وبأصولها وبحق وبصدق آخرتها الفشل يا أخوي العزيز. طيب يا حجي كم بندقية أنت اشتريته في القرية يا حجي؟ يعني بقدرش أجاوبك تقريبا يعني على التقريب أكثر 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 العائلات اشترت. يعني في 40 بندقية يا حجي مثلا في القرية؟ تقريبا يعني ممكن اكثر شوي او اقل شوي لانه مثلا احنا شرينا برودي. نعم يمكن غيرنا كمان شرى برودي. عد عائلات 1500 نفر قسمهم على عائلات قسمهم هيك على خمسه 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 انفار قديش بيطلع فينا احنا انا وياك نقيمها هاي الحكايه. 1500 نفر قسمهم على خمسه مشان جوابك يكون صحيح. لا يعني ممكن يكون اكثر يا حجي. لا يعني مش اكثر العيله اكثر بيقولوا بعضها في خمسة فيها 1000 في اكثر من خمسه. صحيح قسموا على خمسه 1500 بتعرف الجواب انت بتعرفه بقلمك وحساباتك اذا عندك آلي حاسب بتعرف لسه قديش. خلينا نخصم كمان شوي بتاخذ الجواب الدقيق من سؤالك انه 1500 وهذا الحكي اكيد. طب كل عائلة اشترت عمي بندقية ولا؟ عم بقول لك اخصم اسم كبير ما شراش فقراء. نعم نخصم اسم بتلاقي الجواب 100% مضبوط. طب حجي شو أنواع البنادق اللي اشترتوها؟ فرنسوية ألمانية بريطانية. طب أيضا اشتريتوا ذخيرة يعني كمية يعني جيدة ولا ذخيرة قليلة؟ يعني خليني أحكي لك عن حالي. شرينا هالبرودي هيك شباب أول عمرنا يلا نأخذها في هالبيت أو سرقة من أبوي مخليش يعرف فيها ونروح على هجبال قلبنا نتمرن. نقعد نحط شجرة قدامنا ونبلش نتمرن عليها. يروحوا الخرطوشات نروح ثاني يوم ما بعطيني 20 قرش بدي نروح نشتري خرطوش. خلص الخرطوش نروح نشتري خرطوش. هذا الحكي أكيد هون صار الشيء أنا اللي عايشه يبقى احكي لك اياه بلغه صحيحه وسدق. هذا قصة الخرطوش. نخلص الخرطوش قبل ما نتمرع عليه واس انا كنت اتمرع. طيب حجي شو كان ثمن البندقيه تقريبا؟ والله يمكن بذكر بليرتين بثلاثه مش يعني بس سعر فلسطيني اكثر. حجي الانجليزيه اغلى. ايه؟ الانجليزيه غالي. البندقيه بحكيش عن خرطوش انا. بدون خرطوش بندقية لنفس حجي كم ثمنها تقريبا؟ بقول لك بالليرتين ثلاثة فلسطيني. يقال كانت 80 ليرة. لا شو حكي مش منه ولا بالله. شو 80 ليرة؟ مين بقدر على 80 ليرة يا زلمة؟ 80 ليرة ثروة يا ذول. أنت بقيت تشتري مارس أرض بليرة بليرة ونص. هذا اللي قال لك هاي المعلومات أنا بغلطه. شو 80 ليرة؟ طيب يا حجي الناس كيف وفروا مصاري حجي يشتروا سلاح يا حجي؟
يعني هل يوفر يبيع موسم دخان، اللي يبيع موسم عنب، اللي عنده بقرة، اللي عنده موفر عنه، يعني هذه المصاري، مصاري سيولي ناس ما مهم عندها. تجار اللي كانوا يتاجروا، في ناس تجار يعني هذه ممكن معهم المصاري، بس فلاح ما متكل، مش مهم المصاري عنده. أنا بحكي لك عن حالنا، مصاري سدي ما مهمة، مهمة إنه نبيع موسم هالدخان والعنب. إذا عزنا يرحمكم الله، إذا عزنا شغلي يشتروا لنا قماش، يشتروا لنا قماش، سكر، ملح، شغلات من هالشكل. إذا انكسر العمالي بنفل عليه عشان يشتروا عمال، وإلا تنحط مصاري بالبنك ولا إلى أهمية. طيب حجي، اللجنة اللي تشكلت خلينا نقول شراء السلاح وأيضا جمع الأموال، ولا بس شراء السلاح؟ راحوا بالأول ما جم أخذوا مصاري، راحوا تجيبوا لموا سلاح. لما جابوا سلاح، برجع عندك السؤال، لما جابوا سلاح باعوه، باعوه بثمن غالي. والله أعلم يا حاج، والله أعلم. بس هذه ما بصيروا يحكوا على بعضهم، وصاروا يفسدوا على بعضهم. إنه والله مثلا أنا زعيم أو زعيم غيري زعل من هذاك، صاروا يقولوا لك هو ما دفعش حقهم، هذول يجي للي شرى. صاروا يفسدوا على بعضهم، إنه أنا هذا السلاح جابه مثلا بليرة باعه بخمسين. طب مين هي اللجنة يا حاج؟ مش لجنة، هذول وجهاء، حددت لك. هذول بالآخر اللي راحوا يشتروا سلاح الوجهاء اللي كانوا بإمكانية المخ... تحكي أسمائهم ولا؟ لا لا بلا بلا أسماء. طيب حجي، لأنه وجهنا له الكلام مش منيح. حجي بدناش حدا يسب علينا. سلامتك يا حجي. طيب يا حجي، انتوا لما هم جابوا سلاح انتوا بلشتوا تدفعوا لهم ثمنه بشكل فردي ولا بشكل جماعي لميتوا فلوس؟ لا بشكل فردي. انت يا مثلا يا محمد ابو حسان تعب، بدك باروده، هاي حقها هالقد وهالقد. تروح انت اذا معكش تدين او معك، هاي حقها. نعم، هاي حقها، وتاخذ بارودتك وتروح. ايه مش جماعي، لا فردي. أنا جبت لك هاي عبنينك على حسابك، نقي هاي فرنسوية، هاي ألمانية، هاي سعرها الأد، هاي سعرها الأد. طب تتذكر أنت هذا السلاح وصل للقرية حجي؟ لا تاريخ لا، يعني قصدي قبل المعارك كم تقريبا؟ يعني ما بقدر حدد لك التاريخ، يعني هذا برضو يعني برضو من 48. طب يعني وصلت قبل المناوشات مع اليهود؟ طبعا قبل ما يطلع هذا كل الحكي، واحنا فلسطين بعدنا، هذا الحكي بعدنا فلسطين، وبعدنا ما مفكرين انه اليهود بدهم يطردونا ونطلع. ولو تمينا نحن، انا تقديري اسا الشخصي، لو تمينا على هاي البارودة وما دخلت جيوش عربية وشلونا من الموضوع كله، لا بارودي ولا بنادمين، وإلا يمكن هاي البارودي هاي اللي أنا عم بحكي لك عنها كان يمكن تعمل عمل ومطلعنا. لو عصاي بغير خيانة مطلعنا، بس صار في لعبة علينا نحن صار في مؤامرة عربية أوروبية يعني شو بدك تحسبها؟ شو بدك تحسب حسبها؟ في كلام كان فيه مؤامرة علينا. هلا أنا يعني أنا دائما بكون مقابل بركز على شغلي، يمكن ناس كثير ما بتهتم بهالكلمة بس تسمعها مني. لما بحطوا هاي الدعاية لشعب طويل عريض بكامله، شعب مش عيلة وعيلتين، أنت 10 أيام بترجع. وكانوا عاملين لك إرهاب، مذبحين، مفزعين اليهود بمؤامرات. صرت أنت هاي الكلمة، هاي إنتبهي، صرت هاي الكلمة 10 أيام راجعين، صرت أنت متلقط فيها إنه خلينا أهرب من هالإرهاب اللي عم بصير. أنا في شغلة ستة تقول الحمد لله، أمي الحمد لله طلعنا بأولادنا سالمين عني وعن أخوي، لأنه راجعين. ها ترجع تقول راجعين.
أنا متلقف بهاي الكلمة كانت مؤامرة رهيبة كبيرة علينا. وإلا لو ما سمعت الناس الأولانية إرهاب، نسفوا قرى، نسفوا بلدنا وغيره وغيراتها وعملوا إرهاب. يا أخوي العزيز، لما بيجوا 15 كيلو على البغال وبنسفوا ناس أبرياء وفيها حيوانات دواب مواشي بقتلوها، ما مأزيتهم هاي القرية ولا حربتهم إلى هدف. شو الهدف؟ الهدف هاي القرية أكبر قرية، الهدف إنه ندب الرعب بمنطقة كاملة، مش بس بهاي البلد، هاي القرى بدها تيجي تحضر الدفن وتشوف الإرهاب وتشوف الدمار والموت تحت الردم، كل الأحجار من الأحجار الكبيرة القطع تحت الردم، مجمال ميتة، بقر ميت، عريس وعروس ميتين. الهدف تبعها أنا تحليلي بهذاك الأيام، إن شاء الله أنا حللت هذا الحكي اللي عم تسمعني، لا هذه تدب الرعب بمنطقة حتى بلبنان، حتى القرى اللبنانية اللي هي حدودنا، يارون ومارون وبنت جبيل ورميش، القرى كلها حضرت على شافة الجريمة. طيب يا حاج، حاج انتوا تدربتوا على السلاح اللي اشتريتوه؟ ما اجى واحد مقاتل عنده خبرة مثل مثلا الثورة دربت محمد أبو حسان هالسلاح. أنا حكي لك قبل شوي، محمد أبو حسان كان يسرق البارودة من أبوي لأنه بخاف علي، أروح على الحرش على الجبل وأحط هالخرطوش وأقعد أتمرن بشجرة أو بحجر، هذا التمرين. أما التمرين إنه والله في عسكري إجى عنده خبرة قال لك فك هالبارودة، نظف هالبارودة، شوف شو العطل فيها، هذا مفقود بالقرى، بعرفش بالمدن. هذا بحكي لك عن القرى اللي احنا بلدنا وغيرها. طب حجي، كان في مسؤول عن تنظيم الدفاع عن القرية من أبناء القرية ولا ما كانش في حدا مسؤول؟ يعني كانت عشوائية المسائل. شوف، هذه من بعد ما نسفوا البلد، الحديث اللي سمعته مني بعد ما نسفوا البلد، بلدكم نسفوها؟ الا ما بحكي لك. طيب ماشي، بدنا اتوكل على الله حجي، رح نحكي في الموضوع هذا. انت يمكن نعسان. لا لا، بدي اجل الحديث في هذا الموضوع حجي. اجله. ايه بس انا بقصد حجي انه كان في حدا. سؤالك بنفس الصيغه اللي هي. طب قبل ما انهم نسفوه، هل يعني فكرتوا انه تحطوا واحد ينظم الدفاع؟ قبل النسف هذا في استهتار وما حدا مفكر. 15 كيلو يجوا بالليل ينسفوا البلد. للغرب 17 وللشرق 15. ما في اهتمام انه من بعد الضرب يتغير الوضع. بعد النسف تغير الوضع. كيف تغير حد؟ شو اللي صار؟ تغير، شعرنا بالخطر، شعرنا بالموت. 15 بيت، 10 15 قتيل وجمال مواشي وخيل وعريس وعروس. صار في وضع بيختلف عن الاول. شو اللي صار يختلف حجي طيب؟ كيف؟ شو اللي صار يختلف؟ يختلف لما انت شفت كيف اجوا. نعم. وكيف طلعوا وكيف نسفوا ومنين طلعوا، صار انت تشعر بتعمل حسابات الك. طيب حجي، خلينا نتحدث اكثر في هذا موضوع النسف. بس تفضل حجي، حدثنا عن موضوع النسف مرة ثانية حجي. هم اجوا من وين مثلا؟ تعرف عندك معلومات؟ خلينا اقول لك اياها الحكايه وتكون قصه رهيبه اللي بسمعها. طيب خلينا ناخذ استراحه، معناته خذ استراحه مشان نرتاح ونحكي لك اياها، هي شغله مهمه. توكلنا على الله. يلا اتكل على الله. الله يعطيك